النهارده عيد ميلاد واحد من اساطير كره السله في امريكا والعالم، مايكل جوردن، واللي حصل على لقب افضل لاعب في الدوري الامريكي اكثر من مره، وساعد منتخب بلاده على حصد الميداليات الذهبيه في مسابقات الاولمبياد في التسعينيات، وده اللي خلى صفحه اولمبيكس على فيسبوك تنشر الفيديو اللي جاي ده احتفالا بعيد ميلاد الاسطوره مايكل جوردن.